من جديد، والعمل الدرامي عمل إبداعي يتطلب مجهودات جبارة وتفكير للتميز وخلق جو مختلف للقدرة على شد انتباه المتلقي أو المشاهد أو المستمع. في هذه السانحة وفقرة زول سوداني حاتم أمريكي، هو درامي، حنتحدث وندردش معه عن أعماله. أهلا وسهلا بك يا حاتم، كيف صحتك؟ كيف أخباركم؟ كله تمام؟ والله تمام الحمد لله. كيف تعاملين؟ كيف؟ الحمد لله الحمد لله. كيف أخبارك؟ داخل الاستوديو معاك ورد، وأعتقد أنه ده لكل مشاهد سوداني حاليا بيشوفنا الوردة دي. والله يا أخي الوردة دي لكل سوار، لكل السوار، لكل البلد الحلوة الجميلة وللوطن قدام. نقول نحن بعد ده خلاص، نحن كشباب كسوار بعد ده نحن لازم نشتغل. صورة تقوم بعد ده صورة شغل وصورة عمل. ونحن حاليا عندنا برنامج من هي له نفسنا من خلال مهرجان الشيخ زايد. حاليا بنعمل في المهرجان ده في وزارة الثقافة بقيادة جرخام عبد القادر وعلوية ياسين، هي الأمينة العام للمجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون. والمهرجان هو فيه منافسات في كل المجالات الثقافية. جميل، احنا هنتناقش في الحتة دي أكثر، لكن خليني في البداية أسألك، يعني اللقب بتاعك أمريكي جاء من وين؟ والله يا أخي أمريكي دي أصلا قدمت عرض في السفارة الأمريكية. يعني العرض كان جميل جدا، وكان أول عرض لي كان إنه أنا أقدم عرض بتاع مونودراما، أو عرض كان هو بتناول قضايا الشباب أو قضايا السايكودراما. هو العرض كان جميل جدا، وقام قدم أخونا اسمه سامي العباس، وقام قدمه هو في أختنا شارت العرض ده ودته للسفارة الأمريكية. فكان العرض الحمد لله قدمته في السفارة، وكان عرض جميل جدا. وكان من خلال هذا العرض إنه يعني أنا يعني جا الاسم كده جاء أمريكي. فاللغة مش أمريكي وخلاص، الحمد لله بقيت حياتي أمريكي على كده. دائما العمل الدرامي زي ما قلت عمل فني طبعا، وهو عمل إبداعي بتطلب مجهودات كبيرة، وفي نفس الوقت قدرة على خلق حاجات مختلفة ممكن تعكس الدور المجتمعي، أو حتى ممكن تعكس تجارب حياتية. يا حاتم والله يا أخي العمل الفني حاليا، العمل الفني كان توقف لمدة السنوات اللي فاتت دي، سنتين الناس قاعدة. نحن حاولنا نعمل ورش للمبدعين، للمبدعين كلهم، المبدعين المصورين، المبدعين الدراميين والرسامين، كل الناس دي حاولت ناخذ لنا فرصة جميلة جدا من خلالنا نعمل حاجة. لكن كانت الأمور زي ما كانت كلها كانت يعني خلافات، والحياة دي ما قدرت خلت الحياة دي مشت لقدام. لكن حاليا نحن تحدينا نفسنا وقلنا يا جماعة نحن نقدر نعمل بعد ده حاجة كويسة، نقدر نعمل مهرجان كويس، نعمل الشغل يمشي لقدام. يعني المهرجان جه في زمنه يوم 25/11، احنا ما حبينا نأجل المهرجان لأنه في زمنه. حتسوي شنو بالضبط؟ حنسوي المهرجان. نحن حاليا بنقدم استماراتنا لكل مبدع، نقول للمبدعين في كل المجالات، نقول للمبدعين الشباب كلهم في المجالات، نحن نتحدى الزمن الجاي ده، لأنه نحن فعلا قعدنا ساعة الفترة اللي فاتت دي. في الفترة هي الفرصة جاتنا إن احنا نقدم مهرجان من خلال سفارة دولة الإمارات، من خلال المجلس القومي لرعاية الثقافة والفنون، من خلال وزارة الثقافة ذاتها. فالحمد لله نحن ادونا مدينة المبدعين، ادونا أراضي، الأراضي الحمد لله تمت، ادونا المدينة وعملنا حجر أساسي صغير كده للمدينة. فالحمد لله الأمور هسه ماشية كويس، ونحن دايما نشتغل، دايما بعدنا نقدم حاجاتنا، نقدم عملنا الفني، نشارك برا، نحن تأخرنا كثير. فالخلافات خلت إنه الناس يعني ما تقدم أشياء، الشباب هم دايرين حاليا شغل، الشباب حاليا صورة يعني صور بتاعت شغل بتاعت عمل. إن شاء الله. الصورة يعني إحنا هسه حاليا الشيء فاقدينه شديد العمل، لأنه نحن ما قادرين نعمل حاجة أو ما قادرين نسوي حاجة. لكن الحمد لله أنا شايف إنه ممكن تبدأ خطوات، تبدأ في شراكات كويسة، تبدأ في إنه نحن نتوحد في مدينة واحدة، مدينة تجمع كل الإبداع الثوري كله، تجمع في حتة واحدة. جميل. نحن فقدنا رسوماتنا، فقدنا حاجاتنا، فقدنا إيش، فقدنا حتى إبداعاتنا، دايما نجمعها في مدينة واحدة. نحن هسي المدينة الحمد لله، إحنا الغاعة بعد الصداقة هسي إحنا الحمد لله يعني جاتنا يعني بدل 8 مليار ادونا لها هسي الساي الحمد لله. يعني تحية لمدير مدير الغاعة، والتحية للوزارة، والتحية للناس انه هم حاليا بدوا يشتغلوا الناس يعني. حلو. الناس بدها تشتغل يعني. ان شاء الله كله الجاي باذن الله تعالى يكون كويس ولطيف. عندنا محطة نشوفها مع بعض. من جديد مشاهدينا، حاتم دي الدورة الماضية كانت. الدورة الماضية. وفيها استقطاب برضه للمبدعين. كل عزيزتنا شدى عبد العال شايفة هدير برضه تحدي القراءة. اتحدث لي عن الدورة اللي فاتت. والله الدورة دي قامت قبل سنتين. دورة كانت جميلة جدا، ونحن استقطبنا فيها كانت جمعية الصداقة الإمارات. وهم ساعدونا كثير فيها شذى عبد العال بالمناسبه. تحياتنا ليها عزيزتنا شذى. تحياتنا ليها، وتحيه لبرضه شبابنا كلهم، تحيه لحمد النيل ابراهيم، وتحيه للطيب
محمود والتحيه لفتح الرحمن احمد عبد الصمد والتحيه للمبدعين كله والتحيه لاحمد السبتي. انا بحيي الشباب ديل لانه هم شباب فعلا كانوا قدموا معنا الفكره دي. ده السودان كله بالمناسبه، السودان صحيح. الواحد السودان اللي ما ممكن يكون في حته واحده كده، ده السودان بحاجات كلها كده. والله انا بعرف السودان كله يا اخي، التنوع برا احنا دي مشكلتنا. احنا المشكله يا استاذ المشكله ان احنا شكل المدينه بدنا نقدمها هسه دي، بدنا نقدم فيها مدينه للسلام، او مدينه تكون كامله للسلام كله، او مدينه اي مبدع يجيب حاجاته. احنا خلاص يعني كفانا حرب، كفانا احنا خلاص كفانا حاجات زي دي. والله يا حاتم انت خلاص الورده دي ارفعها كده، الورده دي نرفعها كده فوق. والله يا سوار يا اخي احنا يا اخي كفانا حرب، دايرين نبدع، دايرين نشتغل، دايرين نعمل مدينتنا دي، نعمل مدينه زي هوليود زي بوليود زي كونيوت. يا اخي النيجيريين عندهم مدينه، يا اخي الصومال طيب عندهم مدينه. انا عايزاك تحكي لي، انت ما قلت حاجه انه انت السودان شفته كله، السودان جميل، السودان جميل والتنوع نعم. ثقافي يعني وشعب جميل وطيب، فاحكي لي عن حتى سفرياتك اللي كانت او ابداعاتك في مناطق السودان المختلفه. والله يا اخي انا مشيت لبيض لمهرجان طهارة الدولي، شاركت بالفيلم اللي سحب على ردودة. والمشاركه هسه ماشيه لدوله الامارات، وحامشي مصر برضه كويس. دي مشاركات يعني عملتها هنا وحتمشي برا. انا مشيت السودان، مشيت لفيت السودان، لفيت مشيت الدوره المدرسيه كسله، مشيت القضارف. اصلا تربيت في القضارف، مثلا من الخرطوم لكن تربيت في القضارف يعني. فالسودان السودان بثقافاته بالتنوع الثقافي بتاعه الكبير ده، السودان بكل الابداعات بتاعته، السودان ممكن توحد ابداعيا، ممكن كلنا الابداع يوحدنا في مسألة واحد. هو الفن لغه موحده عموما. نعم. نحن ما بنحب الخلاف، بنختلف لكن في الفن بنتوحد بالمناسبه. هسه ما تجي حاجه كده كلنا بنضطرب معاه. يعني فنان غض النظر عن الفنان ده من منو ولا من ياتو قبيله ولا من ياتو حاجه، بنضطرب معاه. لكن ما تجي السياسه بنكره بعض، طوال تلقى واحد حمر للثاني، طوال تلقى واحد منو ثاني. لكن في الفن احنا كلنا مع بعض. اتمنى من هسه وزاره الثقافه ودور هسه حيجي ان شاء الله يا رب، نحن نتمنى الدور يكون كبير جدا، ونتمنى من كل مبدع نقول لأي مبدع يقدر يجينا في الوزارة إنه عنده استمارة بتاعت مبدعين، استمارة بتاعت مبدع إنه يسحب استمارته. وإنه إحنا دورنا مع ده دور كبير جدا. دورنا قبل كده كان كبير وهسه حيكون كبير. طيب ويس؟ أنا عايز أسألك إنه المبدع ده يقدم إبداعه هو برضه حيكون عنده يعني زي ما بيدي برضه حيكون في حاجات حديه بشكل أفضل وأحسن. هل بس حيعتمد على إظهار حاجاته ولا ممكن ده يكون كمدخل له أو باب كبير إنه يظهر جمال إبداعاته للخارج؟ والله أنا أقول لك إبداعات الثورة بالذات، الإبداعات اللي كانت كلها في القيادة العامة دي لو كانت عمل لها كلها منافسة وتعمل لها متحف كبير جدا، اتعملت في مكان واحد كان بيكون في رضا كبير جدا بالمناسبة. كويس؟ المبدع هو ده اللي ينافس عالميا، المبدع بقى خلاص بعد ده هسه من خلال الموبايل بتنافس عالميا أنت. من خلال المهرجانات، إحنا ما عندنا منافسة برا. احنا ما عندنا يوم واحد استقبلنا مبدع كده في المطار شايل له عالم كده على السودان وشايل له كده برافع وكده، احنا دي ما عندنا الحاجه. احنا يعني احنا نتمنى انه الفتره الجايه دي فعلا نتمنى المبدع يكون عنده مكانته، يكون عندنا مدينه زي ما اسم المدينه دون الله الحمد لله وماشيين فيها كويس. احنا برغم انه السنتين اللي فاتت دي كان ما المدينه ما في، مشينا كده وعملنا ودقينا. انت مبسوط بالموضوع ده شديد؟ مبسوط والله، مبسوط انه المدينه يعني المدينه حتقوم كويس معك، وحنعملها ان شاء الله، حنعمل باذن الله وحنشتغل المدينه دي. وشاهدين حنا انه احنا المدينه حتكون في شرق النيل، حتكون في الدرمان. المبدع هو داري ينافس، المبدع داري يمتلك اقل حاجه كاميرا. المبدع حسي في المونتاج كويس، المبدع في الكوره كويس. يا حسي الشباب في الاطراف دي لو بنوا لهم ميادين وبنوا لهم مسارح ما كان راح شال له ساطور، كان شال له مايك اول شيء. بدل يشيل يا اخي ساطور خير شال له مايك. والله العظيم مبدعين اكثر من يعني حلو يعني. ده كلام جميل في الاطراف، يعني احنا نتمنى انه يا اخي بدل نحن يا اخي نحن نبني مسارح، نبني ميادين بتاعه كوره للشباب ده، الشباب ده لما تدور السجن ومشاكل وتسعه طويله وهناي، يا اخي الشاب ده هو مبدع والله، مبدعين. طيب رايك شنو نشوف واحده من ابداعاتك ونرجع نشوف قدام؟ نشوف الله يسلمك. يا مرضيه مرضية شوفي الباب. ميمي جيني سيتيني لمسيتك يا اختي، ودمني جديدة. ايش على الجديد؟ المرة فاتت يا اختي شدتي البياض ومشيتي،
المرة دي البياض كثير. عندها شنو؟ خلاص يا أختي أنا قريت لك ما لي حصل لها شنو. شو فيها؟ ضبطيها مرضية. جيب البخور. يا ساتر يا ربي. عندها شنو؟ ما لي حاصل لها شنو؟ ما نجحت والله، ما عرست والله. دستوركم احفوا برضه يا اولاد ماما يا قابلين. شوف البنيه مالها ولا حاصل لها شنو. دستوركم احفوا 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 يا اولاد ماما. احفوا يا اولاد ماما، احفوا يا اولاد ماما، احفوا يا اولاد ماما، احفوا. مرضيه غديها لي. احفوا يا اولاد ماما برضه. البنية مصيبة كبيرة. تابعنا حاتم في المحطة السابقة. كلمني أكثر عن العمل واسمه شنو أول حاجة العمل؟ شو ده اسمه أصبار. فيلم اسمه أصبار. كانت اشتركنا به في مهرجان تهرغ الدولي. أيوه. المهرجان ده كان برضه اشتغلت فيه الشخصية بتاعت راجل عجوز. التحية لأحمد مدثر، والتحية لأبرار مدثر، والتحية لأحمد إسماعيل، والتحية لداركي مخرج فيلم كذب حقيقة. ده مهرجان بالمناسبة كان قدمناه في اللبيض، اشتغلناه كورشة. والشخصية دي بالمناسبة اشتغلت خمس شخصيات. الشخصية بتاعت راجل عجوز، والشخصية بتاعت شخصية أعمى، والشخصية دي الثلاثة كان أربع شخصيات برضو. شخصية أستاذ برضو، والثانية هو شخصية بتاعت اليهودي. الحمد لله كانت خمس شخصيات دي إضافة كانت كبيرة جدا. دي في من 2019 وانت ماشية ل 2020. أنا الفترة اللي فاتت دي ما اشتغلت أصلا، كنت شغال إداري. ربنا يفتحها عليك إن شاء الله. الحمد لله أنا في الفيلم ده حشارك إن شاء الله إذا ربنا حيانا، حشارك به في المهرجانات برا. داير أشارك به في دبي إن شاء الله إذا ربنا حيانا، وحنطلق به ان شاء الله لمصر برضو. الفيلم شايفه انه هو ما شاء الله يعني صاحب الفيلم عرضه كان في عرضه كان في السينما، كان الحلفايه عرضه في سينما الحلفايه. كان قدم العرض ده هناك بالمناسبه، قدمناه وحاولنا نقدمه، وكان برضو قدمنا لوزاره الثقافه انه برضو تقوم تدعمنا في البرنامج ده، لكن ما جينا. لكن قدمناه برهانه، كان بنفسنا بمجهودنا برهانه. حسي حاليا الحمد لله زي ما بقول اتفكت الحمد لله انه نحن بعد ده نقدر نمشي كويس، نقدر نعمل حاجاتنا، نقدر يعني بعدين نحدد حاجاتنا. طيب يا حاتم، دائما الناس اللي بيعملوا في الاعمال الدراميه في شخصيات بتكون ثابته عندهم، وممكن برضو تلاقيه والزول حتى بعد ما ينتهي العمل بيقول لك انا ما بقدر اطلع من الشخصيه دي بسهوله. انت من الشخصيات اللي ذكرتها لي، اكثر شخصيه بتحبها او ممكن تكون قريبه منك؟ والله اكثر شخص ما بقدر احدد لك شخصيه، لانه احب امثل اي شخصيه اول شيء. ولا واحده فيهم ثابته في ذاكرتك بشكل كبير؟ والله الشخصيات دي كلها انا حابب بس اخر شخصيه مسيره السكران. يعني دي الشخصية أنا أحب أشتغل الشخصيات المتألمة، الشخصيات اللي ممكن تترقب، الشخصيات الرغمية، الشخصيات اللي ممكن ما بحسب أن دي شخصيات ممكن هي رغم في المجتمع أو هي دائرة معالجة في المجتمع. أيوة. وعندها قدرات في المجتمع، إنها هي عندها عطاء في المجتمع، لكن في شخصيات ما عندها عطاء في المجتمع. يعني زي الجوكر، الشخصية اللي قدمها الممثل الأمريكي، شخصية جميلة جدا، شخصية يعني سايكو، أو شخصية دول مجنون. انا احب قدمت شخصيات برضو، كان مجنون كان برضو قبل كده، واشتغلت شخصيات كثيره جدا، لكن ما بقول احب شخصيه لشنو، لانه لسه انا دار اقدم شخصيات يمكن تكون وطمعان في الاوسكار يعني ان شاء الله. والله الحاجه دي
ما بعيده يعني. جمال عبد الرحمن جمال سليمان لما مشى قدم في مصر قدم شخصيه بتاعت في مسلسل حدائق الشيطان مع المخرج عبد الحليم حافظ النايا اسماعيل حافظ ما شاء الله يعني اشتغل صعايدي بطريقه جميله خلاص بالرغم انه هو سوري. جمال سليمان لكن هو ذاته ممثل فخم وضخم واطلاله مهيبه وراقيه جدا لكن احنا والله ما بعيدين من شاشات الفضائيات العربيه ما بعيدين من الانتاج. احنا ذاتنا عندنا تاريخ عظيم وعندنا شخصيات عظيمه وعندنا يعني افلام ممكن نقدم افلام وعندنا يعني ثوره صغار او عندنا ثوره ثقافيه كبيره جدا يعني عندنا شخصيات كبيره جدا يعني كلام جميل يعني والله في شخصيات مناضله وفي شخصيات احنا ما طرقناها لسه او ما عندنا ما سويناها لسه. فاتمنى من الزمن الجاي وزاره الثقافه تلتزم بخططها وتلتزم بالخطه بتاعتها وتلتزم ان يعني تعمل يعني شغل يفوت تطلعات عالميه يعني من خلال حياتنا دي كده يا رب. احنا بنقدم لك اللحن ده ونعود من جديد مشاهدينا. يا يما اسمي الفقد دمى عيني مجاف يا النوم قلبي الكتير همى عيني مجاف يا النوم قلبي الكتير همى قلبي الكتير همى دفعت دمعي بكيت أروح تحل الروم وانا يا اخوي حنيت دفعت دمعي بكيت أروح تحل الروم وانا يا اخوي حنيت انا دفعت دمعي بكيت يا اخوي حنيت يا اخوي حنيت والعزة لبلادي رايا صلح تمو والعزة لبلادي لو اني فوز صعبة لأخوك متعادي لو اني فوز صعبة لأخوك متعادي لأخوك ما تعادي
اخوك ما تعادي ايه 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 لا لا جميل زولو. وعايزه ارجع لك لنقطه ثانيه، في كميه من الشابات بيهتموا ايضا بالتراث الشعبي صح. مثلا وفي فرق حتى حاليا موجوده، كيف انتم ممكن برضو تحتووهم على اساس انه يعرفوا يمشوا في مداخل اخرى تظهرهم بشكل افضل واجمل؟ والله يا اخي في طلاب بيجوا من الولايات، بيجوا جامعات، هم طبعا تحيه لكل الطلاب اللي بيجوا من الولايات، يعني بيجوا مبدعين جدا، يعني ما درس كلية الولايات هي شنو، لكن طلاب الولايات فعلا مبدعين، بدون فرص من يشيلون في الجامعات. نحن كفرق وجامعات، انا طبعا يا دوب هو الامين العام للفرق والجامعات المسيحيه بالسودان، هو يعني يمكن اكون ناسي في المجلس حاليا تبع المهرجان، لكن انا ادي دعوه لاي زول لاي مبدع من الولايات، حتى لو هو وصلنا من الولايات نحن ما عندنا مشكله، ممكن تصلوا الاستماره عبر النت ان شاء الله، النت فتح يا رب في الايام الجايه، يتصلوا الاستمارة انه يشارك المبدع كمان في جامعاتنا، هو ده كمان برضه بيجينا في الخرطوم هنا. ده برضه نستقبله، انه نقول لكم من يوم 25/11 لغايه يوم 20/12 نحن دي كلها فعاليات، المجلس مفتوح لكم، المجلس العمومي لرعايه الثقافه والفنون. والتحيه برضه من هنا بنقول لفتح الرحمن احمد عبد الصمد، هو ماسك المدينه، والتحيه للطيب محمود، ده ماسك الاستثمار في المدينه، والتحيه للاستاذه الدكتوره علويه ياسين، هي دي الامين العام للمجلس، والتحيه لجرهام عبد القادر، انه هسه حاليا قال يا جماعه اشتغلوا، احنا والله لازم نشتغل، فالناس دارت تشتغل، الناس هسه حاليا الفتره اللي فاتت دي كانت في فتره بتاعت ضجر، وفتره بتاعت كبد، وفتره بتاعت شحن كده، الناس دارت تفرق حاجات ودارت ان شاء الله، والعالم من حولنا شغال، يعني الناس هسه في فلسطين فيها حرب شغاله وبتاع. طيب من جانب اخر، المهرجانات عموما بتدي مساحه انه الشخص يلتقي بناس بيضيفوا له بشكل كبير جدا على جميع الأصعدة، يعني قراءة مثلا، كتاب جدد، صحفيين، إعلاميين، في كل مجالات الحياة. الحاجة دي على صعيدك الشخصي أنت ممكن يلا نسي بقول لك إنه المنافسة هي في كل يعني إحنا منافسة فيها جوائز بالمناسبة، حتى إحنا فاتحين للشركات امبارح، مشينا كمان بنك الخرطوم برضه فتح لنا آفاق كويسة، ومشينا برضه كم قنوات برضه فتحت لنا إن هي طلعانة إعلاميا. يلا المبدعين هم لازم يشاركوا، الشباب لازم يشاركوا بافلامهم، في المونتاج، في التصوير، هسه هم دارين يشتغلوا، الناس دارت تشتغل، الشباب دارين يشتغلوا حاليا، يعني تبقى في منافسه شغاله، المنافسه دي من خلال الناس ممكن تمشي برا، الناس ممكن تعمل، المسرح العمومي واقف حاليا، قاعه الصداقه واقفه حاليا، احنا كنا دايرين نعرض مسرحيه وقفنا حاليا، يعني اي حاجه بتحس انك انت خلافات والحاجات دي توقف اي شيء. فنحن نتمنى انه الفتره الجايه دي انه احنا نشتغل، نقدم حاجات ونشارك برا زينا زي اي مبدع. يعني هسه الليله زوله ده مبدع، غنى تراث، طربتها يعني طربتها. طيب انا اصيغ لك سؤالي بشكل مختلف، ليه لما تلاقي ممثل له وضعه في المجتمع السوداني او المجتمع العربي انت بياثر عليك بياته شكل؟ والله يا اخي بياثر علي انه هو بيكون واقف من الشغل حاليا، ناس واقفين من الشغل حاليا. الله احنا اي ممثل باعتبار انه انا ليه ممثل بشتغل في الجانب التمثيل، الجانب الفني بتاعي، بلاقي ممثل انه هو حاليا بيعاني من انه هو داير يشتغل، داير يطلع برا، داير الناس بنفسي برا، شغال افلام، شغال مسلسلات، بس المصريين شغالين مسلسلات، الفلسطينيين شغالين مسلسلات، الليبيين ده شغالين مسلسلات، العراقيين شغالين مسلسلات، الناس دي ما واقفه، الناس دي شغاله. احنا حاليا الممثلين احنا حاليا نحن حاليا يا جماعه بدنا نشتغل ان شاء الله، احنا لازم تقعد واطه كده، قدم المشيئة، المشاكل يس نعم، قدم المشيئة ان شاء الله. حاليا المسرح ده ما قاعد يقدم لنا، يعني نحن حاليا ما عندنا مشكله في الثوره دي، نحن مع بعض ما عندنا مشكله. عموما انا بشكرك والله على وجودك حاتم، في النهايه احنا شعب سوداني دائما متكاتف، لذين وحلوين مع بعض، ان شاء الله تعالى ده وده حبيب ده وده معاده ان شاء الله. يعني يا حاتم شكرا جزيلا لتواجدك معنا. حاجه بسيطه جدا، اتفضل. بقول دايما اداك وكتر ما بقول اديت، ابدرك الموشح بالسوميت
حجر مشروع شراب سينيت كتاف الخلا عقبا الكريم في البيت. الكرم لكل السودانيين، الكرم لكل الناس الحلوين، والكرم لكل الناس الفنانين. ونقول يلا يا فنانين ويلا يا مبدعين، وكلنا مع بعض نبدع، ونقول يلا نبدا إن نبدا شاء الله. بمدينتنا نبدا ونبدا حجر اساسا. شكرا جزيلا، كونوا معنا مشاهدينا، كونوا معنا.